نعم كان دابا يلاه غادي نصور معاه دابا لقيت التليفون حدا تيصولك انا غنجيو في بلاصتك ما قادش كيتعلم الله يطول عمرك على هذا الله يبارك فيك الله يبارك فيك انا غنكمل مع التصوير اختي واحد شويه وعيطي لي صافي انا غادي نقول لي هادشي اللي قلتي لي غادي نقولوا لي حسبي معايا واحد نص ساعه كما قالوا وعيطي مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى. الفيديو السابق تبعوا عدد كبير من المغاربة ديال الأب عبد اللطيف اللي كان كيعيش في حياة سعيدة رفقة الزوجة ديالو الله يرحمها وحب كبير بينه وبينها وكذلك الإبن اللي عطاه الله اللي حاليا تصاب بالشلل في لحظة من اللحظات بعد فقدان الزوجة تغيرت الأمور لما هو أسوأ وكذلك الإبن تصاب بالشلل في خضم الموضوع عبد اللطيف المخلفات ديال هذا الملف أثرت عليه بشكل كبير لدرجة أنه ما بقاش كينطق كأي إنسان كيفاش كيعيش حاليا الموضوع كاين فيه دفء كبير تفاعل ديال المغاربة بعض الفيديو تفاعل ديال المغاربة من بعد الفيديو اللي وضعنا الفرحة والسرور شيئا ما دخلت لهذا المنزل تبعوا معايا انا كنعرفك السي عبد اللطيف ما كتقدرش تكلم احساس ديالك ملي كيعيطوا لكم المغاربه وتفاعلوا معك شويه وواساوك في الابن ديالك وكذلك في المرحومة الزوجه قول لي اللي بغيتي واللي قدرتي عليه انا كنعرفك ما كتقدرش تهضر اللي قدرتي عليه قولوا لي انا قدرش حبيبي ما قدرش ما الله يبارك لازم باقي متاثر اي مسالف ساعدك فرحتي شويه ملي كيعيطوا لك المغاربه انت فرحت ب بارك عليك انا غنكمل الله يحفظك انا غادي الله يخلف علي يخلف كلام جميل ورسالة واضحة مشاهدينا الكرام لا زال يعاني غادي نشوفوا التفاصيل ديال المستجدات في الموضوع مع زكريا زكريا اتصلوا بك المغاربة تفاعلوا معك بشكل كبير حسيتي بواحد القوة أخرى رغم المعاناة اللي عندك عاود لي اش غنقول لك أخويا الحمد لله الحمد لله يعني ربي لقانا مع الناس زوينين والناس خايبين بجوج بنادم كيعيط لك واخا ما كيبغيش يتعاون معك كاع مهم كيدخل لك واحد اش غنقول لك كيخليك ناشط يعني عارفين كبارك في الدار بنادم كيعيط لك يبقى داوي معاك عادي كتعامل معاه حيت سمعوني سمعوني المره الاولى اش قلت يعني انا ما كنهودش للزنقه عندي مشكل ما كنهودش للزنقه الزنقه كنهود لها مره يعني شنو هو الا لقيت شي وحدين برانين خاصك تبقى تقلب التليفون تقلب يتشطح في شي وحدين ومرة يعني اللي هودوك ما خاصكش تبقى تعاود تعيط لبنادم فهمتيني ولا لا يعني هادشي اللي فيا علاش مشيت في الزنقة انت دابا زكريا خويا دابا اش غنقول لك بلا كذوب 10 ايام ملي كتخرج كتخرج بشي كروسة ولا فاش كتخرج واش غنقول لك اخويا جاب لي واحد السيد واحد الكروسه الله يرحم ليه الوالدين واحد السيد جاب لي كروسه مسكين يلا صيفط عليا النيتات السيمانه علاش حيت كانت عندي ديك الكروسه ما نكذبش عليك الكروسه اللي كانت عندي كانت تعوجو ليها الرويد مشات ولات حالتها واخا هكاك مؤخرا كنت كنخرج بها علاش حيت ما كنتش لاقي اللي يعاوني يعني اللي يزيد بيا القدام ولا شي لعيبه ما اش كيقول لك الناس الاولين ما يحك لك ظفرك اش فهمتيني ولا لا ما يحك لك حتى الاب مسكين اللي كان غيساعدك عيا انا غادي نشوف معك امور اخرى اللي كان ممكن تساعدني عليها في الفيديو السابق كان عندك واحد السر ما قلتيهش ليا وقلتيه ليا اليوم انا تكلمت مع المغاربه وشرحت لهم القصه ديالك وسمعوك حتى انت وسمعوا الاب اللي مسكين ما بقاش كيقدر يتكلم بشكل مباشر واليوم كتعطيني هاد الورقة بأنكم نتوما مقبلين على الشارع على الطرد هاد الورقة
ورقة قانونية وموقع مفوض قضائي عندك فيها 2,70,000 ريال. السؤال اللي عندي مختصر، المغاربة عيطوا لك تفعلوا ماك ساعدوك، أنا بغيت الجواب دقيق. هاد المبلغ هذا واش الناس من يساعدوك قدرتي توصل ليه نعم أم لا؟ واش غنقول لك أخويا، يا باش ما نكذبش عليك راه باقي، يعني كاين شوية كيعيطوا لك الناس كيتعاونوا معاك، باقي ما وصلتش للمبلغ. والمرة الأولى ملي جيت عندي راه ما قدرتش نقولها لك، يعني وجهي غلبني. ولكن اش غنقول لك، انا المبلغ هذا مازال ما وصلتيش. لا مازال ما وصلتش ليه. السؤال الثاني اللي عندي معاك، غادي تقول لي اشني الاشياء اللي قلتي لي كتمنى؟ شي حاجه قلتي لي كتمنى؟ قلتي لي اليوم ملي تمشي للحمام، قلتي لي بغيت نمشي انني نرجع للميدان ديالي وندير كروسه وندير التجاره ونساعد الاب ديالي في الوضع الصحي ديالو. قول لي هادشي. اش غنقول لك اخويا، انا ما كرهتش نلقى العوين بعد هو الاول. لقيت العوين غنكون مرتاح، لقى اللي عاوني يعني نخرج نقلب على راسي وندي مارد على راسي، فمشيني ولا لا. حتى واحد ما كيبغي البركه بحالك، حتى واحد ما يبغي البركه، وحتى واحد ما يبغي يكون بنادم احسن منه. علاش؟ حيت انا ما نكذبش عليك، عندي خوشي، عندي با، يعني عندي واحد المسؤوليه هازه معايا، فهمتيني ولا هاد المسؤوليه في جنبي، يعني ضروري خاصني نكون بهذوك الدراري مادام وصاتني على مرحومه الله يرحمها، فهمتيني ولا لا. انا بقى عندي معك سؤال اخير، هو هاد الورقه شحال الاجل ديالها اللي خبركم به الا ما خلصتوش هادشي غادي غديو لكم هاد المنزل وغادي تسكنوا في الشارع؟ كيفاش؟ اعطيني الاجل بالضبط. وخويا اش غنقول لك، انا باش ما نكذبش عليك التفاصيل كلها دبا، يعني ولكن هو ما الا سمحتي لي هو ما تقدرش يتكلم، انت كتقدر تفهم وعارف هاد الحقائق، اعطيني المعلومات اللي عندك. انا ما نكذبش عليك، ما واخدش معلومات شحال دايرين في الشهر. صافي، انا غادي نشوف مع لا الورقه باين فيها ها هو المبلغ. مشاهدينا الكرام، هذه هي الحقيقه اللي العفه ديالو زكريا مسكين ما قدرش يقولها لينا، هو مقبلين على التشرد. المبلغ ديال 2,70,000 ريال، عدد كبير من المغاربه مشكورين بشكل كبير ساعدوه ولكن ما وصلوش لهذا المبلغ. الا قدرتي تقول لي غير كلمه واحده على هذه الورقه، هذه الورقه هذه عندك فيها مشكل، الا ما خلصتوش هذا الشيء غادي يخرجوكم من الشارع. في شهرين شهر. الله يجيب لك الشفاء يا ربي زكريا، الله يفرج عليك. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا التتبع لهذا الملف من الاولويات اللي عندنا بطبيعه الحال، تناولنا القصه، المغاربه فهموا الابعاد ديال هذا الملف، معاناه زكريا، المعاناه ديال الاب اللي مسكين كان قادر على العائله في لحظه من لحظات الدنيا صعيبه، وهذه مساله كتعلق بالقضاء والقدر. الا ان ذاك السر البسيط واللي تناولته الان مع زكريا ومع الاب، انهم عندهم هذه الوثيقه مهددين بالتشرد. مبلغ ديال 2,70,000 ريال، في امل المغاربه في الاول ساعدوهم ولكن مازال ما وصلوش لهذا المبلغ. مشاهدينا الكرام، كنطلبوا الله عز وجل وجل المغاربه، كل من ساهم او ساعد الادخال والاسهام بالفرح والسرور لهذه العائله، اجر محسوم عند الله عز وجل. مشاهدينا الكرام، سوف ابقى ان شاء الله متتبع الملف ديال هذه العائله، وسوف اوافيكم دائما بجديد. ما اتمنى انا شخصيا ان هذه العائله ما يكونش المآل ديال الشارع، لان الوضع الصحي كما شفتوا ديال الاب وكذلك زكريا اللي كيعاني، هو مسكين طريح الفراش شلل وكيدير لي كوش وامور اخرى. مشاهدينا الكرام، النداء ديالنا لجول المغاربه، غادي نوضع رقم الهاتف ديال زكريا، والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.